الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة اللهم هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إليك ودليلنا وسائقنا إليك. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
النار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا وقفنا عند بابك، اللهم ها نحن وقفنا عند بابك، اللهم إنا نحن مقصرون وأنت ربنا غفور رحيم، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها جلها وأولها وآخرها، سرها وعلانيتها، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة. اللهم هبها لنا ساعة توبة، اللهم هبها لنا ساعة قبول. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تهجدنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا، يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نحن عبادك، وقفنا عند بابك، وقفنا عند بابك، فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.